المتعلمة، عزيزي المتعلم، ها نحن من جديد مع درس شيق من دروس مادة النشاط العلمي تحت عنوان مصادر الطاقة مستوى السادس ابتدائي. والآن لنلاحظ معا هذه المشاهد ونجيب عن السؤال التالي: حدد مصادر الطاقة التي تمثلها هذه المشاهد. مصدر الطاقة في المشهد الأول هو الشمس، ومصدر الطاقة في المشهد الثاني هو الطاقة النووية، وأما في المشهد الثالث مصدر الطاقة هو الماء، وفي المشهد الرابع مصدر الطاقة هو الرياح، وأخيرا في المشهد الخامس فالمصدر هو أحد مصادر الطاقة الأحفورية. أحسنتم. من خلال هذه المشاهد سنحاول تحديد مصادر الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة غير المتجددة. مصادر الطاقة المتجددة هي الشمس، الماء، والرياح. مصادر الطاقة غير المتجددة هي الطاقة النووية والطاقة الأحفورية. جيد. من خلال ما رأيناه نستنتج أن للطاقة مصادر متجددة تتمثل في الشمس والرياح، ويضاف إلى ذلك أيضا الوقود الحيوي والماء، وهناك أيضا مصادر غير متجددة ناضبة وتستنفذ بسبب الاستخدام، منها النفط، الغاز الطبيعي، والفحم الحجري، وكذا الطاقة النووية، لكنها مصادر ملوثة للطبيعة ولها آثار سلبية كثيرة. ونخلص إلى أن مصادر الطاقة تنقسم إلى قسمين: هناك مصادر غير متجددة ناضبة وتستنفد بسبب الاستخدام، منها الفحم الحجري، البترول، الغاز الطبيعي، بينما هناك مصادر متجددة وهي صديقة للبيئة وتكلفتها أقل، وهي الشمس، الرياح، الأمواج، وكذا المياه. أما الآن فهيا بنا معا إلى هذه الباقة من الأسئلة. سنبدأ بالنشاط الأول ونطرح السؤال التالي: يعتبر الماء من المصادر الطبيعية، هل هي المتجددة أم الغير متجددة أم لا شيء مما ذكر؟ يعتبر الماء من المصادر الطبيعية المتجددة. وننتقل الآن إلى النشاط الثاني: المصادر التي يمكن تعويضها طبيعيا هي المصادر الطبيعية الغير متجددة، مصادر غير طبيعية، أم المصادر الطبيعية المتجددة؟ المصادر التي يمكن تعويضها طبيعيا هي المصادر الطبيعية المتجددة. أحسنت. وإلى النشاط الثالث: ماذا يعد كل من الفحم الحجري والنفط الخام؟ هناك اختياران: مصادر طبيعية متجددة، مصادر طبيعية غير متجددة. يعد كل من الفحم الحجري والنفط الخام
مصادر طبيعية غير متجددة. جيد. وأخيرا، تعد الرياح مصدر طبيعي متجدد. هل الإجابة صحيحة أم الإجابة خاطئة؟ نعم، الإجابة صحيحة، فالرياح مصدر طبيعي متجدد. أحسنت. عزيزي المتعلم، عزيزتي المتعلمة، ها نحن قد رأينا من خلال هذا الشريط مصادر الطاقة بنوعيها المتجددة وغير المتجددة، وإلى لقاء آخر مع درس جديد.